الو، ايوه علي متامر، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. ازيك عليكم يا السلام، مدام دعاء؟ اهلا وسهلا. انا بحبك لله الله جدا جدا يكرمك، جدا والله، شكرا جزيلا. اتفضلي سؤال حضرتك. انت والشيخ والله، وبحبكم يا رب وبقالي يحفظك. يعني. وطي التلفزيون بعد اذنك يا متامر، واتفضلي سؤال حضرتك. ايوه يا حبيبتي، انا كمان بقالي زمان والله بحاول اتكلمكم، بقالي شهور طيب وانا منورانا. فرحانه قوي قوي انني صوتي وصل لكم. طب الحمد لله، قولي بقى. ربنا يخليكم يا حبيبتي، ربنا يخليك. انا بس عايزه اسال الشيخ، انا بنتي مخصماني بقالها سنه، انا مخصماني السبب ان انا كانت مخصمه اخوها، وبقول لها صلحي اخوكي عشان خاطري، قامت قالت لي لا مش مصالحاه. ايوه، انا مين بقول اللي لها طب غلطان في مين يا ام تامر؟ يا حضرة الشيخ انا مش غلطانه. مين اللي غلطان في مين؟ الاخ اللي غلطان في اخته، ولا الاخت اللي غلطانه في اخوها؟ لا، هي ردت عليه مرد وحش في التليفون. ايوه، مين الاصل الغلطان يا ام تامر؟ لا، هي اخته ردت عليه رد وحش في التليفون. ايوه، ما هو الرد الوحش من نفسها، ولا هو استفزها بالكلام؟ لا، هو كان بتقول له يعني بتشتكي له من شكوى كده من جوزها، فبعدين بيقول لها يا بنتي ما ينفعش وبينصحها. فقالت له ايه؟ قامت ردت قالت له انا ماليش الا هو وماليش غيره. قال لها امال انا فين؟ قالت له انا ما فيش في الدنيا ليا الا جوزي وبيتي. طب هو زعل ليه؟ انت حره. يعني هو قال لها انت حره، فهي سمعت ان جوزها ان اخوها عيان عنده السكر، فانا بقول لها بنت اخوك عيان عنده السكر، يعني المفروض تسالي عليه. قامت قالت لي يعني ليه؟ هو انا اللي جبت له السكر؟ ومن ساعتها قطعته وما بيتكلموش خالص. طيب وقطعت حضرتك ليه؟ وبعدين قمت تاني بقول لها يا بنتي حرام عليك تكلمي اخوكي، انا انتوا مفيش الا اثنين بس، يعني تبقوا اخوان مع بعض وتبقوا حلوين ويا بعض، عايزه اصلح ما بينهم. قلت لها العمر مش ضامن، الواحد مش ضامن عمره. فقامت قالت لي بعدين وما رضيتش. فانتهزت فرصه ان اخوها جاي عندي هنا في دمياط، هو قاعد في المنصوره، وانتهزت فرصه جاي عندي هنا في دمياط. انت عازمها؟ اجتمعهم مع بعض ويبقوا حلوين واتراضوا مع بعض. فطلبتها في التليفون وقلت لها تعالي لي علشان اخوك هنا ونقعد مع بعض ونتراضى ونتصالح. اتفقت معايا، قالت لي حاضر. ساعه ما قالت لي خدت راي جوزها رفض وقال لها لا ما انتش رايحه، هو المفروض يجي لك الاول قبل من غير ما تروحي له. قلت لها يا حبيبتي ما هيجي لك، بس هو لسه جاي من السفر، وتعالى عشان نتراضى مع بعض وكويسين. قامت ما رضيتش، سمعت كلام جوزها وما رضيتش. طيب ده الكلام ده من سنه؟ الكلام ده من سنه؟ ايوه. فانا في حاجه واحده، انا قلت لها لو ما كنتيش هتيجي لاخوكي انسي اني لك ام. ماشي، وبعدين؟ من ساعتها زي ما تقول اتلككت على الكلمه وقطعتني بقى. طيب. الكلام ده من شهر واحد اللي فات. يا ساتر. طيب. ماشي يا حاجه متامر. ماشي يا حاجه متامر، اسمعي رد فضيله الشيخ. كويس ان حضرتك اللي بتسال الاسئله دي، عشان لو انا سالتها هيقول لك هي متحامله على الراجل. انا هقول لك ليه؟ هقول لك ان متامر، انت عارفه كان في مثل زمان كده، كانت الام تقول ايه؟ كل سندوتشات عيالي واحدة، كلهم بنات إلا واد، فتلاقي الواد السندوتش معبى الله أكبر ويدوبك سندوتش البنات ملحس. فدي مشكلة الأم اللي بيبقى عندها ولد وحيد، أن تنصره ظالما أو مظلوما، وهذا خطأ محض. وهي وقعت في الخطأ ده لما قالت لها انسي إن ليك أم، لأنك أنت داخلة تصلحي، يبقى ما تكونيش طرف. انت داخله ايه؟ هي بتتحايل عليها تيجي. ماشي، تاني وتالت تقول لها تعالي يا بنت صالح. الاصل في يعني الاسلام، يعني احنا ساعات بنستخدم كارت ارهاب الامهات. لا، انت والله العظيم انا عارفاكي لو ما جيتيش، يعني بنقولها صله الرحم على الولد. وان البنت مهما فعلت فهي ضعيفه توصل ولا تقطع ابدا. ودايما بقول تاني وتالت، لو رحت الاخت لحد الباب وقفلت الباب في وشي هرجع تاني واروح لها. الراجل يعني الولد طبعا. طبعا، لانه مامور بالوصال، ولانه مامور بان يصل تلك الرحم، وانه يدافع عن تلك الرحم. البنت من الاصل بتفك مع اخوها في الكلام،
فما غلطتش، قالت جوزي سندي واماني وهو اللي ليا في الدنيا. انا لو راجل عاقل اقول لها ربنا يحفظه لك ويزيدك، ويا رب ما اشوفك في بيتي ابدا غضبانه ولا زعلانه. طب يعني بدايه الموضوع الدنيا ان بدايه خطأ. الحل في ايد اخو في ايد الاخ. طبعا الاخ لو هو بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى اول ما سمع لما يجي لك قوي قوي سلام عليك واروح لها، اللي جابني من المنصورة لدمياط يوديني لاختي اللي جنبها نص ساعة او ساعة او ساعة الا ربع او اكتر. لو انا بتعامل مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. لكن احنا صرنا نتعامل نفوس مع نفوس. ابن القيم يقول ايه؟ مدار صلاح الخلق مع الخلق ومع الحق على شيئين. ايه هما؟ قال لك كن مع الخلق بلا نفس، وكن مع الحق بلا خلق. شفت الكلمة؟ لما تروح مع ربنا سبحانه وتعالى انسى مين؟ انسى. ولما تروح مع الناس انسى ايه؟ انسى نفسك. لأنك لو تعاملت مع الناس بما تشتهيه نفسك فلن تتعامل مع الناس. أروح للملك فاروق بسرعة، أروح للملك فاروق. قصة الملك فاروق. طب ثانية واحدة بس عشان الست اتفضل. دي مريح قلبها. هي المفروض تعمل ايه؟ تقول لابنها روح خد اختك وهاتهالي وتسامح اختها. تقول له عشان خاطري انا بس. يا حبيبي لو انت عايز رضايا ورضا ربنا سبحانه وتعالى روح لها. مش عيب ولا حرام يا حبيبي. وتفكروا كده ان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم خد بعضه وراح لمين؟ وراح للأعمى اللي هو عبد الله ابن ام مكتوم، مش كده ولا ايه؟ ويفكروا ان سيدنا الحبيب لما كان يشوفه في الطريق كان يسلم عليه ويقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. واذا كانت طبعا واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. جميل، خلاص صليت على الحبيب. اسمعي كلام النبي يا حاج عشان قلبك يرتاح. يلا.